بسم الله الرحمن الرحيم nel nome di Allah il sommamente misericordioso il clementissimo Allah 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 أحلى الأرض بتحبك وأحلى السماء بتحبك سماء وقلب بتحبك أرض وسماء بتحبك الله 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 يا طه ويا محبوب يا أبو العيون السود يا طه ويا محبوب يا أبو العيون السود يا طه ويا محبوب يا أبو العيون السود قلبي لك مجذوب والله من حبك قلبي لك مجذوب والله من حبك يا طه ويا محبوب محبوب يا أبو العيون السود يا ابو العيون السود قلبي لك مجذوب والله من حبك قلبي لك مجذوب والله من حبك احلى الارض بتحبك واحلى السماء بتحبك سماء وقلب بتحبك ارض وسماء بتحبك الله هدى ورحمه في auguro la guida e la misericordia. Allah, 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 Allah. Ya Muhammad, ya Ghali, Ghali, ya Sarwit, Mali, Mali. Ya Muhammad, ya Ghali, Ghali, ya Sarwit, Mali, Mali. غيرك ما يحلالي والله من حبك غيرك ما يحلالي والله من حبك يا محمد يا غالي يا سرويتي ومالي يا محمد يا غالي يا سرويتي ومالي غيرك ما يحلالي والله من حبك غيرك ما يحلالي والله من حبك أحلى الأرض بتحبك وأحلى السماء عمك يا ابو الزغراق نعلوك حل العين عمك يا ابو الزغراق نعلوك حل العين يا ابو الحسن وحسين يا نور ضي العين يا ابو الحسن وحسين يا نور ضي العين عمك يا ابو الزغراق نعلوك حل العين عمك يا ابو الزغراق نعلوك حل العين بتحبك سما وقلب بتحبك أرض وسماء بتحبك
E Allah dice nel Corano: Atiaullah wa atiaur rasula la'allakum turhamun, che tradotto significa: obbedite ad Allah, mettendo in pratica il Corano, obbedite all'apostolo di Allah, mettendo in pratica i suoi precetti, affinché vi venga usata misericordia. E la misericordia di Allah come si esprime? Si esprime dando una esistenza terrena buona al credente e alla credente che mettono in pratica le opere di misericordia in questa vita, con la promessa del paradiso nella vita futura. E la lode appartiene ad Allah, il Signore e padrone di tutto ciò che esiste. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.